طريق مجال مختلفة ك بمعنى المرابحة بيع وشراء بيع بالتقسيط تجارة إيجارة سلم استثناء وغيرها يعني من المعاملات التي تتعامل بها هذه المؤسسات المصرفية ولكن كلها تأتي تحت قواعد الشريعة الإسلامية. كيف نضمن أن هذه المؤسسة فعلا تمشي على هذه القواعد الإسلامية؟ فهناك مؤسستان رسميتان وأساسيتان، الأولى اللي هي على مستوى البنوك ما يسمى بالرقابة الشرعية. الرقابة الشرعية أسس لماذا؟ قد يتبادر إلى الذهن ما هو يعني بمعنى الضوء، فهذا يرجع إلى الشيخ أبو عبد السلام، سوف يعني أعطيكم يعني نموذج أو صورة. والربا كما نعلم أن هذه المؤسسة فعلا قد يعني ركزت على هذه النقطة بالذات لأن هذا الربا هدم المنظومة العالمية للبنوك. احنا شفنا في 2008 كيف سقطت البنوك وانهدمت يعني هذه البنوك وباقية البنوك الإسلامية واقفة. فتساءل الغرب لماذا هذه البنوك لم تقع ولم تسقط؟ فلما بحثوا وجدوا أن هذه المعاملات معاملات الإسلامية لم تتعامل يعني بالربا، لأن الربا بيع بمعنى مال بمال، ما فيش سلع، ما فيش بمعنى خدمة واقعية، أعطيك مال وأعطي له مال، نخدم مال بمال، ولهذا هذا البنك يستلف من هذاك البنك، إذا هذا البنك فرق من المال يعطيه الثاني يقول له سلف لي، وهكذا هذاك يسلف لهذاك هذاك يسلف البنك يسلف حتى فلسوا. فلما فلسوا قالوا بمعنى هو يعني السبب الإفلاس، نظروا إليه أن أصابوا بأن هذه المعاملات الربوية هي التي أسقطتهم. ثم بمعنى أهل القرار لماذا تفعلون هذا؟ قالوا لأن هذا المال الذي يعني بمعنى هو موجود في بنوككم فهو ربا، فلهذا إحنا لا نتعامل بالربا، نخرج أموالنا إلى البنوك الإسلامية خارج الوطن. فقالوا لا، لا تخرجوا هذا المال، أسسوا بمعنى لأنفسكم يعني ما يسمى بصرف إسلامية أو بنك إسلامي واتركوا هذا المال يبقى في روسيا، وهكذا كان الحال. فأسسوا بنوكا إسلامية وهي الآن تعمل وعندها هيئات شرعية الحمد لله، فأبقوا المال في روسيا. ولكن لماذا؟ لأنها يعني مشت خطوات كبيرة جدا فيما يخص الصرفة الإسلامية وأصبحت قدوة للآخرين. وإحنا الحمد لله بمعنى بهذا يعني ولو نقولوا بمعنى البطء في تأسيس هذه المؤسسات المصرفية ولو أنها في بدايتها، ولكن شوف الأسواق اللي مشيناهم في سنتين، السعودية دارتها في 10 سنين، ولا الكويت دارتها بمعنى في 12 سنة، ولا مصر يعني كم هي تحارب باش يديروها من الخمسينات، هو يبنوا، احنا الحمد لله في عامين شوفوا أين وصلنا والحمد لله. ولذلك يعني كثير منهم من يعني كأنهم اندهشوا، قالوا بمعنى لقد مشيتم خطوات عظيمة جدا جدا لم نخطو احنا من قبل. فلهذا أعطوا الاهتمام خاصة بهي الإرادة السياسية، بمعنى الدولة الجزائرية هي أرادت أن تنشئ هذه المصارف الإسلامية. وأنتم تعلمون أن الأسواق الجانبية يعني اللي هي أسواق موازية الأموال كلها بما تقريب يعني 40 مليار دولار، يعني هذا العدد غير رسمي ولكن يدور على ألسنة الناس، راه مخزون عند الناس. واحد أعطانا مثال 460 ألف مليار موجود في منطقة الجلفة، قالنا هذا على سبيل يعني نقول لكم أقل شيء، وهو أكثر ذلك نقول لكم بخمس مرات ونقول لكم بأربع مرات، 460 ألف مليار هو موجود يعني في المنطقة هذه. يعني لو بما هذه المليارات لو كانوا في البنوك كانت الناس استفادت منها. لماذا استفادت؟ بسبب الاستثمارات، لأن البنك كمضارب يعطي الأموال للمستثمرين حتى بمعنى يعني يحيوا الاقتصاد الوطني. لماذا يحيوا؟ بالمال. المال إذا كان مخزون ومكنوز
يعني النبي لا عبرة له ولا قيمة له. إحنا العبرة لإيمان، لذلك رب سبحانه وتعالى أعطى عقاب شديد، عقابا شديدا للذين يكنزون الذهب والفضة، لأنهم ما يحركوش الحركة الاقتصادية. بما أن ما فيش حركة اقتصادية إذن فيه تعطيل الحركة الاقتصادية، إذن فيه بمعنى بطالة، فيه بمعنى أيضا ممكن فقر، ممكن لغير ذلك من أعمال، من السلع ما كانش، تقدم ما كانش لغير ذلك. فلهذا كان الإسلام يحارب البطالة ويحارب هذا الاكتناز، الاكتناز لأنه معطل للاقتصاد. فلهذا يعني الصلة الإسلامية فتحت هذه النوافذ كي تستقطب هذا الناس. لماذا؟ من إيجابيتها بمعنى أنها هؤلاء الناس لا يحبون الحرب، فإذا هذه مؤسسة